Udah berapa masuk udah berapa lama nih? Saya ternyata. Oke. Masuk aja Kang ya. Masuk masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن تظن أن على يفعل تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ الفساق فلا صدق ولا صلى Gila, ولكن bilang ila rabbika yauma idzinil masak ya mim ya إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير 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 من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت
وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Lumayan jauh ya, apa namanya teh, juz 29. Oh ya, berarti ini apa namanya? Oh ya Mas Herdi, apa namanya teh? Wah ini apa tadi lanjutnya itu yang lengkapnya apa? Ali Al Hudaifi. Ya, Al Hudaifi ya. Ya tahu kan? Saya suka Al Hudaifi. Lumayan lumayan ini waktu waktu di Madinah itu beberapa kali saya berarti ya itulah jadwal secara umumnya masih masih ini masih mengikuti jamaahnya ya jamaahnya beliau selalu ada itu jangan-jangan ini apa sebelum sahur nonton ya selagi nggak lagi bisa tidur gitu ya nonton itu biasanya terawih itu jam 1 WIB ya. Jam 1 WIB ternyata ada lagi itu kalau di negara lain tuh Maroko yang ada YouTube-nya itu apa Syekh Umar Al-Qozabri tapi pakai riwayat waros dia di Maroko di Masjid Hasan Casablanca ya Maroko itu ada streamingnya ya pas 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 sahur jam-jam sahur itu jam sahur itu kata ada YouTube-nya ini adalah mungkin kalau ada kata kuncinya salat tarawih al-maghrib gitu ya misalnya mungkin saya nanti sesekali saya share juga nih gitu. Boleh kan boleh Abu Sabri itu pakai riwayat waros apa namanya jamaahnya ya jamaah tarawihnya ya pakai waros gitu. Sip oke ada lagi cukup cukup kan
Ya, kalau terawih-terawih itu yang kalau di negara-negara, kalau Mesir, Mesir kurang tahu juga nyarin enggaknya. Mungkin di radio radio Quran Kairo ada. Cuma saya enggak terlalu ini. Yang pernah saya coba ini juga itu Aljazair. Tapi Aljazair itu streamingnya agak agak susah linknya. Bukan YouTube lah intinya. Bukan YouTube. Itu ada TV 5 Al-Qur'anul Karim Aljazair itu biasa ada siaran langsungnya. Itu. Kata siapa imamnya ya gitu. Paling ada YouTube-nya itu yang belakangan gitu tuh gitu. Bisa cair ya mungkin saya sekali ini ya oke okay. Saya cari-cari saya cari ding tarawihnya Kosantina di Aljazair di kota Kosantin ya oh, ini oke okay. Oke, okay, Mas Herdi, sekalian ini kapan ini lagi ada lagi apa namanya lanjut lagi deh. Lanjut lagi, insya Allah hari Kamis lagi boleh kan? Kamis depan ya. Oke. Okay. Ya. Kamis depan. Oh, oke. Okay. Nah, ini ada ini. Apa? Masjid Amir Abdul Qadir Kusantina yang di-share di TV 5 Al Jazair. Ah ini ya itu tempat aku sabri. نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء itu ya betul. Syekh Umar Al-Qazabari. Maroko. Oke, itu dulu paling ya. Oke, sip. Ketika. Yuk. Siap, Kak. Nah. Oke, sip. Nanti mungkin saya share sambil sambil jawab Jabrian ya. Oke. Boleh, Kang. Boleh. Oke, sip. Berikutnya, kita lanjut mau di juz berapa? Setelah juz 29 ini. Juz 1, insya Allah, Kang. Satu ya? Oke, boleh. Al-Baqarah ini. Jangan-jangan khatam ini, ya mudah-mudahan. Sampai selesai Al-Baqarah. Ya, amin, insya Allah. Saya suka Al-Baqarah soalnya akhir-akhir ini. Al-Baqarah. Oke, Kamis depan ya. Kamis depan jam jam segini atau jam berapa? Boleh kan, jam segini lagi. Mungkin saya kabari lagi ya, hari Kamis. Apakah jam segini juga atau apa ya. Gitu. Tapi ya saya ya jawab-jawabian lah jawab-jawabian gitu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Mas Herbin suka ngobrol masih nyambung apa namanya nyambung apa soal-soal pengimaman nih Mas Herbin jangan-jangan ini juga ini ngisi lagi ada panggungan ini takmiran. Alhamdulillah kan. Nah itu. Ya. Nanti malam di Salman soalnya nanti malam habis kerja ini di Salman kedua main aja mah di Salman main dulu juga waktu S1 juga dapat jadwal juga di Salman dulu pas waktu S1 dulu sekarang mah asa jarang karena emang sibuknya bukan di Salman memang main aja mah di Salman gitu ya itu dulu ya sekarang.
الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Oke, makasih Mas Herdi atas waktunya. Sampai kita jumpa lagi Kamis dan juga kita sambung lagi di Jabrian ya berikutnya ya. Siap, Kang. Oke. Makasih ya, Kang. Sama Mas Herdi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.